تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من راست خبري اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. اكيد كثير منكم شافوا صوره جواو فيليكس وهو بيحتفل وبطلب من احدهم الصمت بعد ما سجل هدف الحسم في شباك فياريال. كثير وقتها فسروها وقالوا هاي رساله لدييغو سيميوني، واكيد معظمكم شاف لقاء ريال مدريد واتلتيكو وشاف انه اتلتيكو المتصدر اتراجع دفاعيا كثير بعد ما كان مسيطر ساعة كاملة، وآخر نصف ساعة من سبب تراجعه وإخراج المدرب سيميوني لكل عناصره السريعة في الملعب ساهم هذا الشيء بتقدم ريال مدريد وخطف التعادل. أكيد أيضا معظمنا شاف مواجهة تشيلسي اللي راهن فيها سيميوني على الدفاع بشكل كامل وفشلت خطته بالحصول على التعادل السلبي بفضل مقصية جيرو. هذه الحالات كلها جعلت خبر ينتشر سريع في الإعلام خلال 24 ساعة الماضية. مصادر من برنامج شيرينجيتو بتقول إنه اللاعبين انتقدوا المدرب صراحة وبيشعروا إنه عندهم جودة أفضل مما حصل في المباريات المهمة الأخيرة، وإنه بعض خياراته التكتيكية ما كانت مناسبة. واللاعبين دعموا سيميوني في مسألة مين يلعب بما في ذلك جواو فيليكس، لأنه هذا قراره اللي بتعلق دائما بتحقيق النتائج الأفضل للفريق. هذه الحالة المتوترة في غرفة تغيير الملابس طبيعية، لأنه اللاعبين كلهم خايفين يرتبط اسمهم بإهدار أكبر فرصة للفوز بالدوري في تاريخ النادي كله. عشان هيك مواجهة أتلتيكو مدريد وبلباو اليوم، سيميوني ومارسيلينو اليوم، مصيرية لمستقبل دييغو وسيطرته على غرفة تغيير الملابس. وأنا شخصيا مقتنع انه لو سيميوني ما فاز بالدوري حيتم الاستغناء عنه بعد سنوات خدمته العظيمة، واللي بيزيد من تعقيد مهمته في هذه المسألة لو خسر الدوري انه في لاعبين قيمتهم التسويقية مع بعض تقريبا 200 مليون يورو، ساول وفيليكس، حتى الان ما لقي لهم دور بالفريق واضح وثابت. طبعا سيميوني ظهر هادئ وقال الابطال اللي يظهرون في مواقف صعبة، وفي مرة اخرى قال الطريق صعب على الجميع حتى النهاية، احنا وريال مدريد وبرشلونة، لكن الأكيد هناك ضغط نفسي أكبر عليه من الآخرين. زيدان كومان مروا بشعور خسارة اللقب هذا الموسم، اعتقدوا نفسهم خارج السباق وهم الآن يطاردون فرصة ذهبية، في حين وضع أتلتيكو مختلف تماما نفسيا، فهو اللي معاه الفرصة وهو اللي خايف يخسرها. ومعروف كرويا أنه اللي بيخاف من الخسارة أقل شجاعة وأكثر توتر من الباحث عن الفوز فقط. والأكيد أيضا أنه لو ما استعاد وتيرة الفوز بشكل عاجل حيزداد التوتر في أتلتيكو مدريد، وممكن تحدث توقعات ثورة اللاعبين على المدرب، فضياع هذا الدوري مش مثل ضياع 6 دوريات سابقة منذ ما توج في عام 2014، لأنه لأول مرة أصبح في نظر الجميع مرشح فوق العادة، فعليه الانتباه وعلى الحذر حتى ما نقول برصد خبري بعد شهرين أو 3 مدرب أتلتيكو مدريد السابق دييغو سيميوني.